50. تخيل انت شغل ما هو بسيط مره، ما هو سهل. طب في نفس الوقت انا بالنسبه لي ماديا ممتاز جدا، لكن انا كشاعر لابد اني احترم العمل. امدينا اسوي له اي كلام، لا لازم كان هذه الفتره تكون متفرغ تفرغ كامل. ايه صح، عشان خلاص صفي ذهنك لذا الشيء. صح، صح. في شعراء يمكن حتى مشيدي اذا ما هو مروق ترى ما يقدر يشتغل شغل كويس. صح، ده غزالته كده ما هي مروق. صح، لكن لا في لي نشيد كثيره، زي مثلا في نشيد عن اركان بورما، سمعت يمكن فراس زبيد ينشده، سجل عند حفظ الله. انا ركان قلت ايش كف النواح فما لهم اذان، وتجلدي بالصبر يا اركان، فتجلدي بالصبر يا اركان، فغدا ستلتئم الجراح وتنتهي ماساتنا وتجافنا الاحزان. هي تقول بعد لا بيت يأوينا وطفلي لم يجد لعبا عليها يلتقي الصبيان، وضفيرة بنتي ودميتها غدت قوتا به تتكاثر النيران. ما ذنبنا، ما ذنبنا نلقى الحياة بئيسة، فبأي حق يقهر الإنسان؟ لأننا نحيا بدين محمد وبكل ما أوحى به القرآن، في كل صبح للمنايا موعد يمضي إليه الصحب والجيران. الموت يعرفنا ونعرف طعمه، فكأنه وكأننا إخوان. عجيب. ففعلا أحيانا الشاعر يعني يقدر يعني يوظف بمهارته في الكتابة أشياء كثيرة ويخدم قضايا، والمنشد كذلك له دور، كل واحد له دور. لا ليه في المدرسة أنا بالي إيش أسوي؟ كيف أهتم بإبراز الأعمال اللي أنا سويتها؟ في أعمال كثيرة بس أنا ماني مرتبها، ما أدري فينها وإيش. يا كثرة يا رجل، أقسم بالله عندي أعمال كثيرة جدا، لكن والله أستاذ واحد خلاص يقول عنده أرشيف معين، قناة مثلا في اليوتيوب يرتبها، قوائم تشغيل عشان الناس يعني تقدر توصل لأعماله بسهولة، تويتر تفضيلات يعني وكأنه كأننا إخوة. بدر ما احتاج اقول لك يعني تجيب سحور. سعد الساعة كم في يدك؟ ثلاثة كويس نفتحها. يا سلام ما حيذنا الفجر غير جيعان. فكأنه وكأننا إخوان، كف النواح كف النواح فما لهم النواح. انت ما سمعته؟ الا انا فاكر اني سمعته، لكن ما اللحن مو راكب في راسي. يا لا كان جميل والله صراحه، انا ما توقعت يطلع بذيك الجوده، سووه في حفل كذا كان كبير جدا. زي هذه مثلا الشارع حقت رحمه بينهم، هذه سمعتها انت؟ اي كيف تفعيل صغيره كذا تفعيلاتها، كلمتين رحمه بينهم رحمه بينهم. والله انا عندي يقين انه كل شيء يحتاج انك تعطيه وقتك عشان يعطيك شيء منه. اي أيوة والله، لانه بعض الاحيان زي كذا انا اشتغل زفات، فدوب انا اخلص دوامي الساعة 5. لا دحين فما في وقت والله، تلاقيني بعد احيانا اكل وسكنس بس اي شيء، سجل اي شيء خلاص. صح، بالذات انه احيانا زي احنا الشعراء يعني في شعراء ثانيين يتابعون اعمالك، يشوفون قصائدك اللي نزلتها، يقيمون شو هل هذا الشاعر بيتطور ولا بيرجع ورا ولا ثابت في مكانه. افترض انت تكتب قصيدة اليوم، بكرة القصيدة اللي بكرة افضل من اللي امس، كذلك انت حتى انت في النشيد. المفروض ترى النشيد اللي ينزل اليوم اللي بكره حيكون يعني حاجه افضل واقوى وفيها شيء جديد. هذه من الاشياء اللي احنا يعني الواحد خليه يشتغل شغل كويس اذا بيطلع حاجه. لانه تعرف وللاسف ما ادري هذا احنا موجود عندنا بين الشعراء، ما ادري انتم مشيدين موجود بينكم، اللي هو ما يعني ما اقول انه في حسد بيننا، لكن كان كل واحد يتصيد على الثاني زله او خطا او حاجه معينه،
فيحس كذا انه نجاحه هو لازم هذا يفشل عشان انا انجح. وهذا شيء والله موجود بين الادباء، حتى مره شفت على جانب امير الشعراء اتكلم عن هذا الموضوع فعلا موجود. لكن مثلا في تخصصات ثانيه زي اللاعبين مثلا يحترموا بعض ايا كان مستوى اللاعب اللي جنبه، صح؟ حتى لو كان مستوى